طابت أوقاتكم أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم ورحب بكم مجددا في مشوار يبدأ معكم الآن، وماراثون آخر ومتابعة أخرى لأهم وآخر الأحداث والقصص والفيديوهات التي لاقت انتشارا ورواجا عبر منصات التواصل الاجتماعي. سنتعرف على تلك القصص والأحداث إن كانت على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، لكن في البدء دعونا نتعرف على عناوين تلك القصص والأحداث من خلال هذا التنويه. فنانون عراقيون يستنكرون قرار إزالة مسرح الرشيد. وزوجة فنان عراقي مشهور مصاب بالسرطان تناشد لإنقاذه. قصة اختطاف الفتاة لينا تتفاعل بعد عامين من اختطافها. عاصفة ثلجية قوية غير مسبوقة تشل الحركة في اسطنبول. خالد أحمد مصطفى أب لثلاثة أطفال وفنان عراقي مشهور ومعروف وأستاذ جامعي وممثل مسرحي وتلفزيوني، ألم به مرض السرطان، سرطان الفك، وأجرى عدة عمليات استئصال جراحية في الصين والهند على نفقته الخاصة، وبتدخل من نقابة الفنانين العراقيين وبدعم وإسناد منقطع النظير من زوجته الإعلامية والممثلة آن خالد التي وقفت إلى جانبه ولم تتركه حتى بلغ بها الأمر اليوم إلى الخروج عن صمتها والظهور في مقطع فيديو جديد لمناشدة أخيرة قبل فوات الأوان. ميان خالد زوجة الفنان الأكاديمي خالد أحمد مصطفى اللي يعاني من تبعات السرطان، تم استئصال عظم الفك وفتحة كبيرة عنده من هاي المنطقة للرأس، ما نعته من الأكل صار 3 سنين. أنا أريد فزعة العراقيين، اللي كل عراقي يعادل كل الوطن العربي، إحنا ما عدنا عم وخال، أنتوا سندنا، أنتوا أهل أولادي، أريد توقفوا لي بهاي الشدة والمحنة وحربنا ويا السرطان، ساعدوني خلي أسافر لألمانيا، أناشد كل سياسي باقي بغيرة، أناشد كل خير عنده إمكانية يساعدني حتى نسافر لألمانيا، لأنه خالد دا يموت من الجوع، خالد لحمه دا يتشلع من حلقة، أوقفونا الله يباوع الحال كل مريض يا ربي، يعني أنا نخوتي بالعراقيين وأنتوا خوتي وناخيتكم بعد وبكيف. صديقي وأخي وأستاذي الفنان خالد أحمد مصطفى لم يتوانى عن مساعدة الفقراء والمرضى حتى أصبح هو في ذات الموقف أمام أنظار الرأي العام، ورحلة العلاج ومحاربة السرطان كانت طويلة ومتعبة، في حين لم تكن مناشدة آن خالد الزميلة والأخت آن خالد التي شاهدناها الآن، لم تكن هذه هي المناشدة الأولى، بل سبقتها بالعديد من المناشدات ولكن دون جدوى، دون مساعدة حقيقية. ومقطع الفيديو التالي يعود إلى عام 2021. اليوم احنا راح نجري عملية جديدة للفنان خالد أحمد مصطفى، كلها على حسابنا طبعاً، اللي احنا ناس بسطاء، حالنا حال كل العراقيين، يعني لليوم ما تنفذ كتاب دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اللي هو كان فوراً يتم إجراء اللازم وتبني عملية الفنان خالد أحمد مصطفى، كونه أستاذ مربي أجيال وإعلامي وفنان للمسرح الجاد رافع اسم العراق بمحافل دولية وعالمية. ما أعرف، أني أستغرب أقول ناهينا عن كونه أستاذ، ناهينا عن كونه إعلامي، ناهينا عن كونه فنان، بس هو أب ومواطن عراقي وإلى حق على الدولة أن تتبنى حالته. يعني لليوم إحنا الدولة تطلبنا 3.5 دفاتر لازم نوفيها حتى يتم تكملة إجراء العلاج للفنان خالد أحمد مصطفى. قصة تفاني زوجة الفنان خالد أحمد مصطفى وبقائها إلى جانبه أفرزت ردود أفعال كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها، والبداية مع عدنان الذي قال، يقول عدنان في تعليقه: يابا إذا تبقى على الحكومة ما راح تشوف حل، خلي تسوي رقم تبرع وصدقني العراقيين ما راح يقصرون، إذا كل عراقي راح يتبرع بدولار فهنا حيصير عدها أضعاف المبلغ المحتاجته،
كونكم محطة ثقة عالية بالنسبة لنا ونعرف نواياكم المشرفة تكونون أنتم أهل لهذه المبادرة ومشرفين على رقم التبرع. أيضا هناك تعليق من يسرى، كلام موجع، كان الله بعونها وعون زوجها والخيرين مالين العراق ويا رب تفرج ويتشافى. أبو ديار يعلق فيقول والله اليهود أرحم من جماعتنا اللي باقين يضحكون على الناس ويضربوهم مخدر. هذا كتابك ذكرني بسندات الأراضي اللي وزعوهن بعد الانتخابات وطلعن 56، أول مرة بتاريخ حياتي أشوف حكومة تضحك على شعبها وتستهزئ به وما خدتها بعين الصغيرة. تعليق من أحمد المولى يقول صبرا جميلا والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله يوصل صوتك إلى كل إنسان محترم وشريف ونزيه، الله يكون بعونك أختي العزيزة. أيضا هناك تعليق من أسيان يقول داركان، يا رب الشفاء، أنت إنسانة طيبة وساعدت الكثير من الناس المحتاجين، وأني ساعدت أكثر من عائلة ومحتاج من خلال منشوراتك، إحنا مساندين لك بكل المجالات، وهالشي جزء بسيط من رد الجميل على أعمالك الخيرية. المرأة العراقية دائما عنوان الوفاء والمشاعر الصادقة. قرار حكومي أشعل فتيل غضب شريحة مهمة من المجتمع العراقي وألهب مشاعر عمالقة الفن والمسرح منذ الإفصاح عنه يوم أمس وحتى يومنا هذا. القرار صادر من وزارة الإعمار والإسكان ويقضي بهدم مبنى مسرح الرشيد الذي جرى افتتاحه مؤخرا بجهود ذاتية فردية غير حكومية بعد مضي 18 عاما على إغلاقه، مبررة السبب في ذلك إلى أن أرض المسرح ملك صرف لها. طبعا القرار هذا لم يمر هكذا مرور الكرام على النخب المثقفة والفنية في العراق، حيث تسبب بضجيج كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وخلق جدلا واسعا في الشارع العراقي الذي شهد وقفات احتجاجية صاخبة اليوم معلنة العصيان ورفضها لمثل هكذا قرار. التشبينيته انتو ما مختزين انه احنا في بلد عريق مثل العراق في ميزانيات ضخمة بضغط الوطن العربي هذا كله. تشبينيته انتو اجيتوا خليتوا صبات، انتو اجيتوا روعتوا من الاربعاء الدامي والاثنين الدامي والجمعة الدامية وتفجير مجمع الليث والدم على مدى سنوات، وكنتوا عندكم افضل ميزانيات. احنا في بلد 2022 ما بي مترو، ما بي حلول، ما بي كهرباء، ما بي هسه بهاي اللحظة ماكو مي. شنو هاي؟ أما نقابة الفنانين فأصدرت بيانا مستغربة فيه صدور هكذا قرار، وذكرت كنا ننتظر إكمال الأوبرا، دار الأوبرا، مبنى دار الأوبرا، فتفاجأنا بمطالب هدم مسرح الرشيد، مطالبة بالتدخل الفوري لحسم ملف المسرح بما يضمن وضعه الحالي من خلال نقل ملكيته من وزارة الإعمار والإسكان إلى وزارة الثقافة. والبيان ترونه أمامكم على الشاشة. سنقف كدروع بشرية، هذا ما جاء في البيان، حتى نمنع تطبيق قراركم الجائر. طبعا من جانب آخر الفنانة آلاء حسين وجهت من خلال فيديو خاص لها رسالة شديدة اللهجة إلى كل شخص أو جهة حكومية لها اليد في اتخاذ قرار هدم مبنى المسرح، متسائلة لماذا؟ هل نيتكم هدم تاريخ الفن والفنانين العراقيين؟ نتابع. مرحبا إلى كل الجهات المعنية وغير المعنية بالدولة العراقية الجديدة. لازم تعرفون أنه إحنا من سنة 2003 ولحد السنة الماضية إحنا نداوم في موقع بديل لدائرة السينما والمسرح، وهو المسرح الوطني اللي ما يكفي عدد الموظفين، واللي الموظفين بيه كانوا يداومون بساندويتش بانل يخر عليهم المطر بالشتاء والبرد والصيف ما ينجرأ تعرفوه. وإحنا دائرتنا اللي هي دائرة السينما والمسرح اللي تأسست وانبنت من سنة 79 من 2003 لحد السنة الماضية ما حد
ولا دائرة ولا جهة دولية ولا جهة مهمة ولا رسمية ما أعرف أحكي ولا جهة ساهمت بإعادة إعمارها. أعدنا إعمارها بجهود فردية تماما وبلشنا نداوم بيها. الفنانين رح يطلعون، الموظفين في دائرة السينما والمسرح رح يطلعون وقفة احتجاجية باكر، وهاي الوقفة الاحتجاجية ما رح تنتهي هنا، احتمال نوقف دروع بشرية في سبيل أنه نمنع هذا القرار اللي ما أعرف شلون طلع وش وقته وليش هسه. ليش هسه؟ هاي الدائرة اسمها دائرة السينما والمسرح، ما اسمها مسرح الرشيد. مسرح الرشيد هو جزء من هاي البناية اللي ما عمرتوها واللي ما اهتميتوا لا للفن ولا للثقافة بطول كل هاي السنين اللي أنتم موجودين بيها هنا. هسه تريدون تهدمون تاريخنا وتاريخ أساتذتنا؟ نحتج ورح نظل نحتج. الآن لننتقل بكم إلى ردود الأفعال والتعليقات الواردة على هذا الحدث من العراقيين، من الفنانين والناشطين الذين عبروا عن آرائهم عبر تعليقاتهم حول قرار وزارة الإسكان والإعمار لهدم مبنى مسرح الرشيد. مسرح الرشيد، نعم. نبدأ مع تعليق رعد الطائي، يقول: هدم المسرح وهم اسم الرشيد، إذا لازم يهدم من قبل وزارة الهدم والتشريد. تعليق آخر من أنمار علي: كل دول العالم تفتخر برعايتها للعديد من الصروح الثقافية والفنية إلا نحن. في الأمس أنهوا وجودية كافة دور السينما في العراق وتحولت إلى مخازن ومكب للنفايات، وبعدها تأملنا خيرا في تحقق حلم إنشاء دار الأوبرا العراقية. اليوم جاء دور مسرح الرشيد وللحديث بقية. هناك تعليق من سيف إلياس: يجب قيام وقفة جادة ومظاهرات عامة لكل الفنانين وطلبة المسرح في المعهد وكلية الفنون الجميلة لمنع هكذا تخريب للنفس المسرحي. تعليق من أبو علي: هدم هنا وهدم هناك، قتل هنا وقتل هناك، انتحار هنا وانتحار هناك، بطالة هنا ومجاعة هناك، تشرد هنا وهجرة هناك، كل شيء ما افتهمنا ولا راح نفتهم، والله يستر من تاليها. تعليق آخر من شيرين يوسف تقول: زين هو المسرح مو قديم بوقت صدام، شلون تجاوز وتوهم وتوهم تذكروا؟ بصراحة بس بقت نشيل اتشوالاتنا ونطلع خارج الوطن وهم راح تطلع ناس تقول هاي الاتشوالات مالتنا. تعليق من وسام البغدادي يقول: بعد خبر مطالبة وزارة الدفاع لفلوس البنزين من أهل الشهيد لا تتعجب من شيء، هذا البلد لا يصلح للعيش، اللي أمه داعيت له يلزم درب الطفرة والله يسهل له يروح يعيش ببلاد الكفار، بلكت يلقى الإسلام يمهم. طبعا ردا على هذا التعليق، وزارة الدفاع أصدرت بيانا رسميا بالرد على قصة حادثة مطالبة أهل الشهيد بمبلغ البنزين، وقالت أن تصرف سائق العجلة كانت تصرفا فرديا ولا يمت لوزارة الدفاع بأي صلة، وأعطت مبلغا ماليا لوالد الشهيد كمساعدة بسيطة منها. مع تسجيل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وازدياد حالات الوفيات بين النازحين في مخيمات النزوح، تستمر جهود الخيرين لإسعاف هذه الشريحة التي ذاقت الأمرين وما تزال. برد وجوع وعطش وفقر تشهده مخيمات النزوح بالإضافة إلى انهيار الخيام فوق رؤوسهم جراء العواصف الثلجية القوية. مشاهد مؤلمة وثقتها عدسات الكاميرات وأوجعت قلوب العراقيين وغير العراقيين أيضاً. ومن بين الحملات الإغاثية هي حملة جمع أكثر من 4000 بطانية للنازحين في مخيمات المحافظات الشمالية التي تكفل بجمعها أحرار ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار من الأهالي والمحسنين والمتظاهرين أيضا، ومن ساعدهم بنقلها هم عناصر جهاز مكافحة الإرهاب. لنشاهد الناصرية هاي معاناتكم، قاعد تتحمل سيارات جهاز مكافحة الإرهاب، هاي الوليد قاعد يحملوها يا ابوي
هلي يعمل هلي يعمل هلي بقاش مواقف بطولية ومبادرات إنسانية ليست بالجديدة أو الغريبة على العراقيين أو على متظاهري تشرين أو على المحافظات والمدن الأخرى ومنها الأعظمية أيضا. الحملات هذه أثبتت أن العراق واحد من شماله إلى جنوبه. الفيديو ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى حصد تعليقات وردود أفعال الناشطين، وقفنا لكم على بعض منها وسنبدأ مع تعليق خاتون تقول في تعليقها: والله والنعم من أهل الناصرية وكفوا من أهلنا ورجال الصعبات الذهبية. تعليق آخر من سلمى العطار: بارك الله بكم، يا ريت في جهات خيرية أو منظمات في كل المحافظات وبغداد لنجمع البطانيات والسجاد المستعمل ونوصلها للنازحين. تعليق من نزار عمر يقول: أويلي عليكم، إش كثر تكسبون أجر بهاي العوائل اللي فقدت كل ما تملك. خطير من نشوفهم بالفيديو هم يرجفون من البرد لو جاي يدفنون أولادهم أو نسوانهم اللي تجمدوا، أشبع بشي عليهم. حسبي الله على كل من هجرهم. نطالب الحكومة بعودة النازحين لبيوتهم، كافي طولتوها، حسوا بوجعهم. تعليق من حيدر حسين يقول: كفوا منكم والله يجزي كل من ساهم بالخير ويستر عليكم جميعا، بارك الله بكم. العراق بعمره ما كان متفرق، كلنا واحد يحب الثاني، وهذا الدليل أهل الناصرية يتبرعون للمحافظات الشمالية والحملات مستمرة لعون أهلنا. نشتغل بيدنا وما ننتظر رحمة أي سياسي أو مسؤول، الله حيره. تعليق من الإعلامي حيدر يقول: بعد أن عجزت الحكومة ووزارة الهجرة عن توفير أبسط الأشياء للعوائل التي تسكن جبال سنجار وسط درجات الحرارة المنخفضة، كان قرار أبناء تشرين وأهل ذي قار مختلفاً. اجمع أكثر من 5000 بطانية لإغاثتهم، وهذا أقل ما يتم التبرع به أبطال تشرين وأهالي الناصرية عنواناً للعطاء لكل العراقيين. فتاة عراقية قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة جرى اختطافها منذ عامين وما تزال بعيدة عن أهلها ومحبيها حتى هذه اللحظة. فمن هي هذه الفتاة ومن هي الجهة التي اختطفتها؟ بداية، الفتاة تدعى لينا، اختطفت من وسط مدينتها من قبل عصابة متمرسة بخطف الفتيات وابتزازهن، واتجه بها الخاطفون إلى محافظة أربيل بعد سلسلة إجراءات قاموا بها. لنستمع الآن إلى شهادة جدتها وما الذي وجهته إلى المسؤولين والقيادات الأمنية في دفة الحكم. أناشد دولة رئيس الوزراء أناشد مصطفى الكاظمي للتبني، صار لها السنة الثانية، خذوها خطفت وجابوا العصابة ولزموها ولحد الآن ما ظهرت الطفلة، خذوها العربي وزوروها جنسية وما أعرف مصيرها شنو. آني أم وأبوها بالشوارع، يعني معقولة دولة ورئاسة وزراء وحكومة تقدرون يعني طفلة تجيبوا لي إياها؟ هاي السنة الثانية قاصرة معوقة، واني أناشيد سوات رئيس الوزراء وأناشيد وزير الداخلية وأناشيد مجلس القضاء الأعلي أن ينظرون بقضيتي ويشوفوا لي حل. يعني هم أنتهم عندكم أولاد وتعرفون الأبوه والأمومة، واني بعد ما أقول شيء على الله وعليكم شوفوا لي حل وتنظرون بهاي القضية وبهاي صورتها هي قاصرة ومعوقة.
الجدة أعربت عن استغرابها من برود المعنيين في الدولة بالقضية، لا سيما أن ذوي الفتاة قدموا بلاغا رسميا ودعوى قضائية إلى القوات الأمنية ضد الجنات، وبعد بحث وتحر ألقي القبض على العصابة، لكن ما يزال مصير الفتاة مجهولا لغاية هذا اليوم. فيا ترى أين هي لينا وما هو السر الذي تخفيه قضيتها؟ وإذا كان الجنات يقبعون اليوم في السجن، لماذا لم يتم استرجاع الفتاة المختطفة؟ تساؤلات كثيرة في أذهان أهل الفتاة وكذلك العراقيين فور انتشار قصتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كومنتات وردود أفعال كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. ونبدأ مع أكرم العراقي ويقول في تعليقه: العراق أصبح غير صالح للسكن، نعيش أسوأ عصر مر على العراق منذ تكونه كجزء من أجزاء الكرة الأرضية. هناك أيضا تعليق من عماد أثير يقول: عماد، كل شيء جائز ومتوقع، وما نستغرب أني سلبت 8 ملايين عراقي وصار أكثر من 7 أيام وأوراق التحقيق نايمة في المركز. وبخصوص قصتكم، إذا العصابة مسكوها والبنية ما رجعوها، معناها البنية أما باعوها أو تاجروا بأعضائها والله يرحمها. أيضا هناك تعليق من سيدرا: الله أكبر، هاي شنو جدي يصير؟ تضاعف القلق عندي يما، والله خفت على روحي. إذا البنية من ذوي الهمم وسرقوها عود، إذا كانت حلوة وعلى الموديل إيش راح يسوون بها؟ زمن العجائب. تعليق من عبد الله يقول: الله ينتقم منكم يا أحزاب بدون استثناء، بعد وين تريدون العراق يصير؟ البلد صار غابة لا أمن ولا أمان، واللي يخرج عن القانون ما تحاسبوا، لا دولة لا زراعة لا صناعة لا صحة لا تعليم، والتالي ايش راح يصير بعد؟ حتى العرض مديتوا ايدكم عليه، الله أكبر. تعليق من سماح الموسوي تقول: الله يعين أمها وأبوها ويعينش بيبي على مصيبتكم وعوضكم على الله، بس زين ليش مسكتم العصابة والبنية ما رجعتوها؟ شنو القصة؟ أخاف لا يرشوكم بشم فلس وتفرجون عنهم، والمسكين المواطن يوقع ضحية. اليوم لينا باشر آني واختي وعود الحكومة وين نايمة؟ قاعدة والله بالخير حبايبي. غضب عارم في لبنان وموجة سخط كبيرة بعد أن أقدم مجهولون على إشعال النار في مئات الكتب المستعملة التي تعود لثمانيني مشرد يدعى محمد المغربي، اعتاد البقاء تحت جسر الفيات في العاصمة اللبنانية بيروت، الأمر الذي أثار غضبا أيضا. وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنيران وهي تأكل الكتب. فاصل وسنعود بعدها لنكمل معكم تفاصيل القصة. الزلمة كيف زعلان على مكتبته، الله لا يوفق وحياة الله قد ما مسموم بدني، الله لا يوفق الشخص اللي حرق، مش معقول. يعني مش معقول واحد بلا أخلاق إجا حرق الثقافة كلها لهالإنسان، لا شيء مش مقبول. يعني الزعران بلبنان بطلوا يتهدوا. ليكو الزلمة كيف زعلان على مكتبته، الله لا يوفق وحياة الله قد ما مسموم بدني، الله لا يوفق الشخص اللي حرق، مش معقول. مقطع الفيديو الذي شاهدناه للنيران وهي تأكل الكتب والمكتبة، أفرزت عددا كبيرا من ردود الأفعال وتعاطف تام مع الحادث المؤلم، لكون المكتبة كانت تمثل متنفسا ثقافيا لمدينة بيروت والتي تعيش أزمات اقتصادية خانقة. الزلمة كيف زعلان على مكتبته، الله لا يوفق وحياة الله قد ما مسموم بدني، الله لا يوفق الشخص اللي حرق، مش معقول. يعني مش معقول واحد بلا أخلاق إجا حرق
التعافي كله لهالإنسان. لا شيء مش مقبول يعني. الزعران بلبنان بطلوا يتهدوا. ليكو الزلمة كيف زعلان على مكتبته. الله لا يوفق وحياة الله قد ما مسموم بدني. الله لا يوفق الشخص اللي حرق. مش معقول. العم محمد كان يهدي الكتب بالمجان لمن لا يملك ثمنها، وكانت المكتبة مكان عمله ومبيته، في حين سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على صاحب المكتبة الرجل المتحدر من كفر شوبة، وتم نشر صوره وهو يبسط مئات الكتب في مختلف المجالات السياسية والدينية والثقافية. وكانت هناك أيضا الكثير من التغريدات وردود الأفعال حول هذه الفعلة، وتتجه أصابع الاتهام إلى الزعران الذين لم يتم الكشف عنهم حتى هذه اللحظة. اخترنا لكم بعضا من التغريدات، والبداية مع فوضى الحواس. يقول في تغريدته: يا الله والله حرام، شاهدته قبل فترة وتمنيت نفسي محله أن يعيش هذا الخلود والحلم. أقسم حرام قد أصابه بمقتل وبألف قتل وقتل. تعليق من عائدة تقول: الفراج لا يعلمون أنها شيء ثمين، حرقوا قلبه مع الكتب، حسبي الله ونعم الوكيل. هناك تعليق من أماني تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، يمهل ولا يهمل، اللهم عوضه خيرا يا رب العالمين وارزقه من غير حساب، أنت الرزاق والوهاب يا كريم يا رب العالمين إن شاء الله. أيضا هناك تعليق من وعد تقول: الرجال خسر كل عمره وذكرياته ومصدر فرحته بعد اللي صار، معقول الحقد والغل شو بيعملوا بالإنسان، حسبي الله ونعم الوكيل. تعليق من يحيى يقول: يحيى في تعليقه: الخبر محزن وصادم، أذكر مكتبة مشابهة كانت متواجدة في طرابلس بجانب الموقف العمومي وهي الأخرى اختفت فجأة، بالنسبة لي كانت أجمل ما رأيت في طرابلس، اليوم يحرقون هذه المكتبة ماديا ويغتالون الفكرة مؤقتا. تعليق من براء بدور: أقسم بالله شيء يبكي إنه وصلنا لهون، يا رب ازرع الإنسانية بقلوبها البشر، والله خلقنا بشر وخلقنا قواعد نمشي عليها مشان نكون بسلام، ليش هيك عم تعملوا بالدنيا؟ عم تخربوها. هاشتاج انشروا السلام. الثلوج طمرت المنازل والسيارات وشلت الحركة في اسطنبول، إذ واجهت تركيا عاصفة قوية غير مسبوقة أدت إلى تساقط الثلوج بشكل كثيف على مدينة اسطنبول، وتعطلت الحياة بشكل سلبي، وانقطعت الطرق، وهذا سبب الازدحام المروري وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتعليق جميع رحلات الطيران الجوي والنقل البري أيضا. ويأتي ذلك تزامنا مع مواصلة الفرق المعنية في اسطنبول عمليات تنظيف الشوارع الرئيسية من الثلوج ورش الملح على الطرقات لمنع التجمد. فيديوهات عديدة صورها المواطنون بنقالاتهم توثق لحظات العاصفة الثلجية. Evet görüyorsunuz, göz gözü görmüyor ama halk ekmek kuyruğunu. Tuzlama kamyonu duramıyor, şu an arabalara çarpıyor. Hop çarptı, tuzlama kamyonu bu bak. Araba hop hop ikinci arabayı da vurdu. Eyvah eyvah lan lan lan. Lan nereye gidiyorsun? Of 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 of. Üçüncü arabayı da vurdu, bizim arabaya doğru gidiyor. Allah Allah Allah.
Gidemiyoruz şu an, yol kapalı, gidemiyoruz, anlayacağın paketi veremiyoruz. Bak ah, araç kaydı geliyor, arabayı çarp, bana çarpacak, bak gördün mü bak. Gördün işte. Şu an yol kapalı kardeşim, paketle iptal et, o kelaynak var, gidemiyorum yani, pakete gidemiyorum. Gördüğün gibi araç geldi, nereye çarptı, gördün değil mi? أيضا هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أكدت أن 4603 أشخاص تقطعت بهم السبل في مختلف أرجاء البلاد، ووفرت طرق جديدة من خلال فرق الطوارئ ووسائل النقل، نقل الطعام ومياه الشرب لهم، وتابعت أن 6750 شخصا نقلوا إلى أماكن إيواء في 7 أقاليم في البلاد، في حين كانت هناك تعليقات وردود أفعال كثيرة اخترنا لكم جانبا منها، والبداية مع أم كاظم. تقول أم كاظم في تعليقها: إنا لله وإنا إليه راجعون، في هذه الثلوج وفاة حوالي 15 طفل حتى اللحظة في مخيمات الشمال السوري تجمدا من جراء الصقيع وموجات البرد والطقس الحاد، 15 طفل حتى اللحظة ولا زال الإحصاء جاري. تعليق من آدم عبد يقول: والله يراد للشيف نصرت يذب ملح على الشوارع حتى تفك شوية. بعدين أكو معلومة مفيدة، مياه البحر المالحة ترش على الطرقات ليوم واحد فقط عند توقف هطول الثلوج، تفيد في التنظيف أكثر من الجرافات. أيضا تعليق آخر من ناصر حمدي: الثلوج خلتنا محتجزين داخل المترو لساعات طويلة، وأول مرة أشوف اسطنبول بهذه الثلوج القوية، ربي يحفظ الجميع ويحرسهم، أما المشردين فربي يكون بعونهم، ويا ريت أكو حملة للوصول إلهم ومساعدتهم. أيضا تعليق آخر من محمود عبد الله: الله يساعد الناس الفقراء واللي ما يقدر يسدد فواتير الغاز وعايش ببيت رطوبة، أو العمال المجبورين على العمل في هذه الظروف القاسية، وبعدهم الطيور المتجمدة من البرد، اللهم ارحمنا. تعليق من أبو هاشم: في مثل هذه الظروف يظهر فرق الإدارة والعمل في بلدية اسطنبول ما بين 2016 و 2022، وكان الله في عونهم وعون أهلنا في المخيمات والخيام، يا رب ارحمنا، ارحم ضعفنا وتقصيرنا. من العاصفة الثلجية التي ضربت اسطنبول وعدة ولايات في تركيا، وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وكان هذا معظم الأحداث التي لاقت رواجا وانتشارا على منصات التواصل. بالتأكيد سيكون لنا موعد آخر يوم غد في حلقة جديدة ومشوار ومتابعة جديدة ورصد آخر لأهم القصص والأحداث. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وكالعادة على رأسهم الصديق علي البحري. مع السلامة.